من 2016 انقطاع الدواء وفقدانه أزمة قاعدة تتكرر برشا مرات. الصحة حقي ضمن الدستور، لكن اليوم أبسط الحقوق وليت حلمة، حلمة أنك تلقى دواك باش تعيش، والحلمة وليت رحلة معاناة. أنا أخوي قريب يموت، عنده كونسير ملوح هكا في الدار، تعرفي تراماديس ما يعطولكش السبيطار، ما تعملش الفارماسي وتضربي بالشهر، والمعوض نتاعو ما فماش حتى باش يعوضولو ما فماش. الناس تموت كل يوم، كل يوم تموت عنده، فهمني، وما يجيبولك حتى شيء. أعطيني ما يعوض، يقولك ليه ما فماش ما يعوض. أنا طويكة جيت لهنا لو شي كعطيني تراماديس باش خويا يركض. وشا؟ أنسولين نزرق، وعندك خير بثلاث سنين تو من نزرق. ثلاث سنين سبيطار الدرطة، نمشي القصاب، نمشي للرازي، هذا الرابطة، ما لقيت حتى حل. ثلاث سنين وأنا نعاني في متين بالسكر ساعة ساعة دواء ما نلقاوش نقدر ندور، مفيش المستوصف مش موجود، حلبش مش موجودة. عندي بنية ديكابي، دواء الأعصاب ما فماش لا في الفارماسي البرة لا في السبيطارات. المشكل هذا اللي زاد تعمق شهر الاخر بعد اعلان ثلاثة شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية في تونس مغادرتها للبلاد، وهي شركات توفر نصيب كبير من أدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان. ديما أمي وانت تمشي للمستوصف يقول لها ما فماش دواء، الدواء الكل مقطوع بالأخص متاع الدم متاع الكلاوي. إنسان انت كيما يوجدش الدواء هذا شنو يطالب منه باش يتهزوا للجبانة؟ السكر، دواء القلب، هاني اليوم بركة عديت ولا لقيته. طيب وش نمشي نشوف الفارماسيات؟ كان لقيت كم لقيتش يا ربي، ما ثماش دويات. من اللي جات الكورونا أنا ما عطوني حتى حربوش دواء. الدواء هو اللي ناقص، الدواء معناه حتى بالفلوس غالي والعباد ما عندهاش، والقليل ما ضاعت. يعني واحد من الناس عندي أربع مرات ولا خمس مرات، هذا كله برش اللي ما ناخذ فيها بالفلوس. لا تقطع نموت وما عاد شنو باش نعمل، منين باش نجيب؟ وعندي راجل زاد مجلوط نشري له في دواء الجلطة، زاد ما ثماش. يعني تعبير هاي ورق الدواء تو خذيت زوز مش واحد ما فماش. شنو الحل مع المسؤولين؟ خامة مجيرة ربي. أنا واحدة من الناس ما نسامحش اللي كان فيها سبب يقطع في الدويات، واللي كان يعمل في المخيل الغلية متاع المعيشة هذية ما نسامحوش. تراكم ديون الصيدلية المركزية اللي وصلت اليوم لأكثر من 700 مليار هو السبب المباشر باش تعمقت الأزمة هذه. الصيدلية عندها ديون، هي زادة عن المؤسسات الصحية وعن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. بالنسبة للمؤسسات نحن تقريبا نشبه من المؤسسات 1200 مليون دينار، في وقت اللي المخابر الأجنبية تحب منا 720 مليون دينار إلى تاريخ أكتوبر 2022. وزير الصحة علي مرابط صرح من جهة اللي يلزم نعوله على أنفسنا في صناعة الأدوية. هل كلام وزير الصحة كيفي باش يطمن التونسي؟ هل تونس قادرة تغطي حاجيات المواطن من الأدوية؟ وقتاش باش توفى رحلة المعاناة هذه؟ وأهم سؤال، هل فعلاً الصحة اليوم حق دستوري؟